مسألة معرض الكتاب والتنظيم الكبير والمسيرة الكبيرة اللي بقى لها 54 سنة، يعني السنة دي كمان يمكن ملحوظ إنه في كتير وجديد في معرض الكتاب وندوات وفعاليات ويعني أنشطة كبيرة وفعاليات كبيرة يعني موجودة لأول مرة السنة دي في معرض الكتاب. وإحنا نتكلم مع حضراتكم بالتفصيل عن مسألة المبيعات وإيه اللي بيحصل في مسألة المبيعات والكتب، ومسألة بقى التخفيضات اللي حاصلة وطرق السداد والتسهيل في طرق السداد، ومسألة بيع الكتب أونلاين وتوصل لحد البيت. والحقيقة على وجه التحديد في رواج كبير لمبيعات الهيئة العامة للكتاب في معرض القاهرة السنة دي والتيسيرات اللي بتقدمها الهيئة للقراء. هنعرف مع حضراتكم بالتفصيل ايه هذه التيسيرات. معانا دلوقتي على التليفون استاذ اسلام بيومي مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، اهلا بحضرتك ومبروك النسخة الـ 54. والحقيقة انه التنظيم لمثل هكذا يعني محفل ثقافي كبير أكيد بيكون تنظيم كبير وهائل، وبيتم يعني العمل ليل مع النهار علشان نشوف هذا التنظيم الرائع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم والسادة المشاهدين، مبروك لمصر الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. أنا حابب أبارك للشعب المصري اللي دايما بنراهن عليه، وعمرنا ما بنخسر لما بنراهن على الشعب المصري، لأعداد الزوار الغفيرة اللي منذ اليوم الأول من افتتاحه للجمهور يوم 26، وكان الأعداد غير متوقعة بالمرة رغم التكهنات والادعاءات قبل بداية المعرض أن هذا المعرض ستكون فيه الأسعار غالية الثمن، المعرض محدش هيزور، الأزمة الاقتصادية وكذا وكذا، ولكن وعي الشعب المصري، الوعي الثقافي للشعب المصري أنه غذاء العقل أفضل كثيرا من غذاء البطون. تشهد بجد، يعني أنا فخور بالشعب المصري لوجود هذه الأعداد الغفيرة اللي وصلت أمس ربع مليون شخص، ربع مليون زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. إذن إقبال كبير يا أستاذ إسلام خلال الأيام اللي فاتت. نعم يا فندم، اقبال كبير من الجماهير خلال الايام اللي فاتت على معرض القاهره الدولي للكتاب، ومساله التيسيرات الخاصه بالسداد والشراء والهيئه العامه للكتاب والاسعار المخفضه للكتب، بالتاكيد ده بيفرق مع الناس لانه اللي جاي بيبقى عايز يشتري كتب كتير الحقيقه ويستغل المعرض. طبعا هو التيسيرات على المواطنين بدءا من تعاوننا مع محافظه القاهره وتوفير وسائل المواصلات من كافه الميادين، وصولا لدخول الزائرين لاجنحه النشر، دور النشر، والعروض الكبيره اللي بيقدموها، وبعض المميزات والهدايا، وبعض التخفيضات الكبيره اللي بتمنح للجمهور، كما اعلن الناشرين. انا بشكر الناشرين من خلال حضرتك، تخفيضات تصل ل 50 و70%، مش للمصريين بس ولكن العرب، وصلت التخفيضات الى 50 و60 و70%. فضلا عن المبادره اللي عملها اتحاد الناشرين المصريين بالتعاون مع بنك مصر لتوفير اجهزه الدفع الالكتروني للناشرين، والتي تتيح من خلال هذه الاجهزه تقسيط الكتب لمن يريد ان يشتري بمبالغ كبيره، يقدر يقسط لست شهور، تسع شهور، حتى 12 شهر. تيسيرات كبيره، بخلاف عايز اقول لحضرتك برضو مبادره معالي الوزيره الدكتوره نفين الثقافه والفن للجميع، اللي بتقوم على تنفيذها الهيئه العامه للكتاب برئاسه الدكتور احمد باهي، وبمشاركه قطاعات الوزاره، انه الكتاب لا يزيد عن 20 جنيه. ممكن تلاقي كتاب بسعره من جنيه ل 20 جنيه، وليست كتب قديمه وليست رواقد للمخازن، ولكن بها كتب قيمه، بها كتب قيمه لكافه مبدعينا وكتابنا، وكتب جديده ايضا لا تزيد سعرها عن 20 جنيه. كم من الفعاليات والندوات ايضا، والاردن ضيف شرف لهذه النسخه. الحقيقه مساله الفعاليات والندوات ومقابله الادباء والكتاب والفنانين والشعراء يعني شيء مهم جدا بيحدث داخل معرض الكتاب، والناس يعني بتبقى متلهفه لحاجه زي دي. عايز اقول لحضرتك انه كما اعلن الدكتور احمد انه 500 فعاليه ثقافيه تقام خلال معرض القاهره الدولي للكتاب في ايامه ال 12. كافه المحاور، هناك محور عن كاتبنا شخصيه المعرض هذا العام صلاح جاهين، ايضا كامل كلاني له محور رئيسي، محور المئويات،
لا ننسى القاعة الدولية التي تقدم فيها برنامج ضيف الشرف المملكة الأردنية الهاشمية بمثقفينها وكتبها، والاطلاع الجمهور المصري والجمهور العربي المشارك في معرض القاهرة بالثقافة الأردنية وما تحمله من ثقافات وإبداعات كبيرة، بخلاف العروض الفنية التي تقدم أصلا من المملكة العربية من المملكة الأردنية الهاشمية، عروض تراثية تم تقديم حفلة في بداية المعرض في مسرح الجمهورية بحضور معالي وزيرة الثقافة الدكتور أنبين ودكتور ومعالي وزيرة الثقافة الأردنية الدكتور هيفاء نجار، فضلا عن استكمال هذه العروض على مسرح المعرض المقام في الخارج. عروض أبهرت فعلا الشعب المصري، عروض الثقافة الفنية أو العروض الفنية التراثية الأردنية اللي تفاعل معها الجمهور المصري، ولولا معرض القاهرة ولولا مشاركة الأردن ضيف شرف لما اطلع ولا ما شاهد الجمهور المصري على هذه الثقافات الأخرى. صحيح، وعشان كده احنا بنقول انه المحفل الثقافي الأهم بالنسبة لنا، وفرصة كبيرة جدا جدا لكل الناس انها تروح وتزور معرض الكتاب. احنا بنشكرك شكرا جزيلا أستاذ إسلام بيومي مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب على وجودك معنا في التاسعة.